أهلا، أنا وجدان تشان، معدة ومنتجة ومقدمة لأخبار الأنمي، وسابقا كانت تونيوز لأكثر من 4 سنوات في القناة برفقة ياسر البراك. أخبارنا رسمية كالعادة، خلونا نبدأ. وفي خبرنا الأول، الأنمي اللي استمر لمدة 12 حلقة في يناير 2017 وأيضا فيلم مكمل للقصة في فبراير 2019، يعود لنا من جديد بجزء ثاني وهو يوجو سينكي. لم يتم تحديد موعد العرض بعد. وفي 12 أغسطس سيتم نشر المجلد 47 لمانجا تشيهايا فرو، كما أعلنت الكاتبة السيدة يوكي أنه سيكون ذروة القصة. الأنمي المشوق هذا تابعت أول موسمين منه، لكن على وقته تقريبا ب 2011، ممتع وحماسي ورومانسي وأيضا مدرسي، لكن الرياضة الموجودة فيه أعطت طابع مميز له. برجع أشوف العمل من البداية لأكمل 3 مواسم، وبانتظار نهاية هذه القصة الجميلة. ولدينا فيلم جوجوتسو كايزن زيرو الذي سيقتبس المجلد زيرو من المانجا، وسيتم عرضه في 24 ديسمبر. طبعا اللي يعرفني، أنا لم أتابع هذا العمل حتى الآن، لكن سأتابع هذا الفيلم لأن بداية القصة، وأتمنى أشوفه بالسينما لأحصل على تجربة أجمل. طبعا سيكون الفيلم من إنتاج استوديو مابا. ومن استوديو سنرايز، أنمي سكارلت نيكسس المقتبس من لعبة سيتم عرضه في 1 يوليو. أحداث هذا العمل تتحدث عن ظهور جنس غريب يدعون بالأذرز، ومن أجل إنقاذ البشرية وهزيمة الجنس الآخر يتكون فريق منه أبطال هذه القصة. العمل حسيت ذكرني بكابانيري شوي تقريبا، من ناحية أنهم أكلون بشر وفريق منقذ وما إلى ذلك. ننتظر ونشوف. أوتاكوني كويوا موسكاشي تحصل على أوفا جديدة مع صدور المجلد 11 الأخير، وسيكون في 14 أكتوبر، ولقد باعت هذه المانجا 12 مليون نسخة. القصة جدا جميلة، الرومانسية والكوميدية فيها غير مملة. لمحبين الشوجو أنصحكم به، يستحق المتابعة. وفي خبرنا الأخير، تم إصدار الإعلان المهم لمانجا هاجيمي أوبو بأن جميع مجلدات المانجا ستتوفر رقميا بتاريخ 1 يوليو، ومع الأسف كنا نتأمل موسم جديد. وأيضا محبين فينلاند ساغا، هناك إعلان مهم في تاريخ 26 يوليو، لكن لا يأخذكم الحماس مثل جمهور أوبو، لكن نتمنى أن هذا الإعلان فعلا يكون موسم ثاني. إذا حابين نخصص حلقة عن أبرز أنميات الصيف القادمة بشهر يوليو، اكتبوا لي رأيكم بالكومنتس. ختاماً، هذه كانت أخبارنا لهذا الأسبوع. لا تنسوا أن تشكروا ياسر على هذه الحلقة. أنا وجدان تشان، ولا تنسونا من اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم.